لسه ما كملتش. هتعرف عليكي؟ انا يارا العربي، طالبة ثالثة ثانوي. انتوا ليه بتنزلوا لسه؟ احنا بننزل علشان المحافظ اخر يوم الجمعة ان اولياء الامور اجتمعوا بيه، قال لهم اخر حاجة ان احنا المفروض هناخد الدروس ومراكز الشباب اللي هي اول حاجة اتقفلت اصلا، وقاعات في قاعات الافراح وفي مدرجات الكليات. اولا مراكز الشباب دي اول حاجة اتقفلت. قصر الثقافة ايه اللي ناخد فيه دروس؟ يعني انت بتقفل مراكز الشباب عشان دي اصلا بيتعمل فيها انشطة، ناخد فيها دروس ليه؟ ومدرجات الجامعات ازاي؟ دي تبع وزارة التربية والتعليم العالي، دي ما ينفعش ناخد فيها. انتوا بتاخدوا فيها ولا ما توافقش؟ احنا ما ينفعش اصلا ناخد فيها، هو عايزنا ناخد فيها. قال لنا قدامكم 4 ايام هجهزها لكم. القرار ده من يوم الجمعه، ما فيش حاجه حصلت. والمدرسين اللي راحوا سالوا يعملوا مبادره علشان يبداوا معانا في المدرجات زي ما هو بيقول، قال لهم لا، ولا حاجه جات لنا اصلا من المحافظ. المحافظ ليه بيعمل كده؟ احنا اصلا خايفين على مستقبلنا، واحنا ايه اللي حوجنا للدروس غير ان التعليم في المدارس مش نافع. انا سمعت ان انتوا نزلتوا الخميس اللي فات، وكمان وصل بيكم ان انتوا قطعتوا الطريق وكلام. فعلا قطعنا الطريق. وصل بيكم الحل كده؟ احنا مش عارفين نعمل حاجة. احنا المحافظ ما بيعملش معانا اي حاجة، مش بيسمعنا. لما طلعنا له انا كنت في الاجتماع فوق مع المحافظ، المحافظ سمعنا وكل حاجة وكان ودي معانا جدا، بس في الاخر قال لنا انا مش هلغي القرار ده طول ما انا على الكرسي. ما ينفعش الكلام ده. احنا طلاب خايفين على مستقبلنا، احنا في ثالثة ثانوي، اللي تحت ممكن يتنفذ عليهم القرار ده، لكن احنا تنسيقنا جمهوري. لو خلاص القرار ده هو متمسك بيه يبقى يتعمل لنا تنسيق احنا لوحدنا. انت بدأتوا مذاكرة ولا لسه؟ احنا بادئين مذاكرة لوحدنا، يعني بتعتمد على كل طالب. لكن احنا هنذاكر ازاي؟ في مدرسين رافضين يبداوا بسبب سوء الاحوال في المدارس. فعلا احنا مش عارفين نقعد، وفعلا الكلام اللي بيحصل، احنا بنروح المدرسه العدد المخصص 50 بس، احنا بنكون قاعدين في الدرس اكتر من 50، والمكان مش مساعنا، مفيش اي حاجه منظمه. اتعرف عليكي؟ ياسمين. لسه ليه لغايه دلوقتي بتنزلي ياسمين؟ سنه كام الاول؟ في سنه ثالثه. وكنت علمي ولا ادبي؟ لا انا ادبي. ليه لغايه دلوقتي؟ تمام، لان اولا مش عارفين نبدا اي حاجه، وبرده قاعدين مزنقين في بعض ومش عارفين نقعد. ده غير كده ان هو اخر مره اصلا كان قايل لنا ان انا هفتح لكم قاعات الافراح ومركز الشباب وكده، وطبعا ما فتحش اي حاجه. وكمان يعني القاعات بتعدي 400 طالب، هو قافل السناتر عشان بتعدي 100 طالب. طب ازاي يعني؟ القرار ده ماله بالقرار ده؟ هو انتوا اصلا بداتوا في قاعات الافراح ولا؟ لا طبعا يعني احنا مش موافقين. ده غير كده ان هو كمان مش عايز، يعني هو قال كده عشان سكتنا بس، عشان كنا رحنا له ورا. لما انتوا بتاخدوا المجموعات التقويه في المدارس؟ تمام، مش عارفين ناخد اي حاجه. وحصل اكتر من حاله خطف بس فشلت في المدارس جوه، لان جوه ضلمه وبره برده ضلمه. زي مثلا الثانويه بنات برده في باب من الجنب ضلمه، القناه بنين برده ضلمه. بتاخدوا المواعيد مسائي ولا ايه؟ مسائي. مسائي. وفي درس باخده الساعه 8:30. مش نص لغايه الساعه كام؟ لحد الساعه 9:30 كده، او 9. لا 9:30. تمام. 10. انت طالب في ثالثه ثانوي؟ ثالثه ثانوي. انت ليه بتنزل انت وزمايلك؟ المفروض ان احنا بننزل، احنا سمعنا ان المحافظ قال لك انا هعمل لهم مراكز وقصر ثقافه ومراكز دروس هياخدوا فيها، وهو اصلا قافل لنا السناتر علشان قال لك 300 طالب، لا بتاخد 400 طالب والكلام ده. دلوقتي قال لنا قصر الثقافه دوت هيبقى فيه 300 طالب، 400 طالب، 500 طالب. طب ما انت حضرتك قافل اصلا السناتر علشان احنا 300 طالب واكتر من 300 طالب. ده على الكلام اللي هو قاله. احنا بننزل عشان عايزين حقنا، عشان احنا لما بنيجي نقعد في درس ولا بنيجي نقعد في حته هنقعد ثلاثه مزنقين في بعض. هنيجي نقعد هنقف في هنقعد فين اصلا؟ بتنزلوا كل يوم؟ المدرس ازاي بننزل كل يوم؟ بننزل كل يوم. العدد قليل، العدد قليل عشان في ناس يعني اتهددت ان هم خايفين ينزلوا. ماشي، بس يوم الخميس كلهم نزلوا وكلهم كانوا موجودين. يعني احنا عايزين برضو نعرف يعني هو ليه قفل السناتر؟ طب ما احنا المدرسين، هو يعني قال لنا انا هجيب لكم مدرسين متدربين هناخد عندهم. طيب ماشي، هم فين المدرسين المتدربين اللي قال انا هدربهم؟ في اقوال ان المدرسين الدروس الخصوصيه هم اللي بيحرضوكم انكم تنزلوا. مش مدرس بيقول لنا انزلوا، احنا بننزل بمزاجنا، واولياء الامور بينزلوا بمزاجهم برضو. ما حدش قال لنا انزلوا وما تنزلوش. تمام ماشي. وليد امر؟ لا انا عاوز بس وليد امر. اتعرف عليك. انا وليد امر. تنزلي ليه وانت عندك بنت ولا ولد؟ انا عندي ولد. انا وليه امر طالع عينها من ساعه ما ابنها دخل KG1 لغايه ما وصل للثانويه العامه، وانا بعده لليوم دون،
وعمال اوديه لده واطلعه من عندي ده عشان اشوف مين الافضل. مش معناها ان انا بقول دوب المدرسه ينتهي، لا، دوب المدرسه اساسي في حياته، وانا ابني لغايه اولى ثانوي كان مواظب على المدرسه وبيحضر المدرسه، اخد بالك؟ انا بعد ميعاد المدرسه انا حر احدد وضع ابني، اروح لده او ما اروحش لده، انت ما تحددليش اروح فين، لكن انت مطلوب منك ان انا اخلي ابني يواظب ويحضر اليوم الدراسي زي ما حضرته بيقول. انتوا شايفين الحل ايه وطلباتكم ايه اللي انتوا عايزينها من المحافظه؟ طلباتنا حاجه واحده، لو وزير التعليم قام بكره الصبح وعمم القرار ده على كل المحافظات احنا هنسقف لمحافظ بورسعيد، ولو هو مش هيقدر يعمل كده يعفي اولادنا في الثانويه العامه، ثواني لو سمحت، يعفي اولادنا كلهم في الثانويه العامه من القرار اللي هو عمله، وينفذ القرار من ثانيه ثانوي وهو نازل لتحت بس، انما احنا ما ينفعش نخضع للتجربه بس، لان ده تنسيق عام وامتحان عام على المحافظات كلها، ليه تظلم ابني دونا عن المحافظات كلها؟ ليه؟ حضرتك وليت امر؟ ايوه انا وليت امر. عندك طالب ولا طالبه؟ عندي اتنين ثانويه عامه. اتنين ثانويه عامه؟ بنتين. ايوه. ليه لغايه دلوقتي بتنزلوا بتضيعوا وقتكم كده وتقفوا قدام المحافظه؟ احنا بقينا شهر دلوقتي بننزل عشان احنا مطالبنا واحده، مطالبنا ان احنا يا اما القرار ده يتنفذ على مستوى الجمهوريه كلها يا اما ما ينفعش ان يتنفذ على بورسعيد بس. وبعدين هو بيقول ان هو بيعمل كده عشان خاطر ولي الامر وان انا برقف بولي الامر وظروف ولي الامر، لا بالعكس، هو حملنا اكتر من طاقتنا. دلوقتي احنا بندفع فلوس تاكسيات لان المدرسه من الشرق للغرب، وبنتي بقى عندها درس بتخلص 6 وعندها درس 6، طب ازاي توصل للمدرسه الثانيه بقى الساعه 6 وهي خارجه 6؟ هو ما عملناش حاجه بصراحه، هو باللي هو القرار اللي اخده دوت اللي عملوه لنا دوت، القرار ده خنقنا احنا كاولياء امور، وما احناش مطمنين خالص على بناتنا، المدارس بعيده والنور قاطع. طيب. في معظم الشوارع. مصطفى هتابع معاك شهادات الناس، كان لازم نوصل هذه الاصوات على اعتبار انه ده بيحصل في اكثر من محافظه، كل بيت فيه ثانويه عامه.